مع دخول شهر رمضان الكريم وبداية سباق الدراما الرمضانية، السوشيال ميديا بتتقلب وبنشوف دايما حالات إشادة بمسلسلات وحالات تانية هجوم على مسلسلات برضو. صحيح ان الموضوع بدأ السنة دي بدري قوي، ولكن متوقع انه هيزيد جدا في رمضان بمجرد بداية عرض المسلسلات، ونبقى مثلا لسه في الحلقة الاولى او التانية من المسلسل ولسه اصلا قصة المسلسل ما بنتش ولا واضح منه اي شيء، وتلاقي السوشيال ميديا مقلوبة. طيب يا جماعة نصبر او نستنى؟ لا، مفيش خالص. وده اللي خلينا نسأل نفسنا سؤال مهم، وهو هل السوشيال ميديا ممكن تتحكم في نجاح أو فشل الأعمال الدرامية في رمضان؟ حاجة تانية كمان، ليه الناس كتير بقت تمشي وراء النقد الموجود على السوشيال ميديا؟ ولو جيت مثلا سألت حد هل أنت شفت المسلسل؟ يقولك يعني مش قوي. طب لما هو مش قوي ليه بتقول رأيك؟ النقطة التانية برضو انه في ناس كتير جدا متقمصين شخصية الناقد الفني وبيقعدوا يحللوا المسلسلات بصورة غريبة جدا وغير مفهومة. كل الكلام ده هو اللي خلانا نفكر في انه يا ترى هيكون في دور للسوشيال ميديا في الدراما بتاعة رمضان السنة دي، وعشان كده هيكون معانا دلوقتي على زوم الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن. استاذ محمد اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذه، كل سنه وطيبين. وحضرتك طيب. في البدايه ايه رايك في اللي بيحصل من دلوقتي على السوشيال ميديا بخصوص الدراما بتاعت رمضان؟ طيب انا سمعت المقدمه بتاعتك وعايز بس ازود عليها حاجه. اتفضل. ان احنا السنه دي عندنا ظاهره المفروض ان هي ايجابيه، وهو عوده الاعلان مبكرا عن مسلسلات رمضان. يعني لو افتكر كان في سنوات طويله كنا بنستنى لحد قبل الشهر الكريم بيومين وبثلاثه علشان نشوف البرومو، ودلوقتي بقى في مسلسلات بيبقى ليها برومو واثنين وثلاثه. المفروض ان دي حاجه مريحه جدا للمشاهد، انها بتخليه يقدر ان هو يحدد المسلسلات اللي عايزها من بدري، يقدر يبقى عارف المسلسل على انهي قناه، يقدر يعمل جدول المشاهده الخاص بيه، يقدر كمان يشوف الممثلين المفضلين ليه مش بس النجوم. يعني بيبقى في ناس يحبوا يشوفوا طبعا ممثل بعينه فيشوفوا مسلسلاته فين. ده كله حتى احنا على مستوى شغلنا كصحفيين ونقاد كان بجد شيء ايجابي جدا. لكن ما فوجئنا به لان واضح ان السوشيال ميديا او سلبيات السوشيال ميديا نفسها بتتطور سنه بعد سنه. مظبوط. يعني التدمير المعنوي اللي كان ممكن يحصل بعد عرض الحلقه الاولى او الثانيه او الثالثه، وكنا بنقول للناس استنوا بعد الخامسه والسادسه واحكموا، دلوقتي احنا بقينا بنحكم على بعض المسلسلات من البوستر او من البرومو. طبعا يعني يقال او يعني التحليل الاقرب ان ده بيبقى حملات ممنهجه، لكن برضه في جمهور للاسف على السوشيال ميديا بقى عامل نفسه هو الحكم هو القاضي وهو الناقد، وبيقول اراءه في الاعمال بناء على موقفه من النجوم او المؤلفين او المخرجين. مظبوط. طب حضرتك شايف ان السوشيال ميديا ممكن تتحكم في نجاح او فشل مسلسل بعيدا عن جوده المسلسل نفسه؟ بس ده سؤال كبير جدا، لان احنا انا شخصيا تعرضت يعني لاشكاليه من عده سنوات. كان بيبقى في بعض المسلسلات مش بنشوف عنها اي بوستات في منصات التواصل الاجتماعي، بس لما ننزل الشارع، لما نقعد على قهوه نلاقي ناس مشغله المسلسل، لما نركب مواصلات نلاقي الناس بتتكلم عن المسلسل. بالتالي مش معناه، مفيش قاعده ثابته هنا، مفيش مسلسل عشان الناس بتتكلم عنه على السوشيال ميديا كويس معناه ان هو ناجح مع فئات اللي بره السوشيال ميديا، والعكس صحيح. مش معناه ان في مسلسل الناس مش بتتكلم عنه كتير ان هو مش ناجح. كل المسلسلات بتتشاف، هي الفكره في ان بعض الاعمال هتتعرض لنوع من الاختيال المعنوي، انه انا ضد النجمه، انا ضد الموضوع، انا ضد القناه، فانا هطلع عليها اشاعات. ده بيعمل نوع من الضبابيه للموقف، لكن لا يؤثر على المدى البعيد على وجهه نظر المشاهد. يعني الناس بترجع تتفرج على المسلسلات تاني وبتشوفها، وفي اعمال كمان بتبقى واخده ضجه كبيره، واخده جدل كبير، وبعد رمضان ما حدش بيفتكرها. صح. بناء عليه يعني انا رايي ان المشاهد الكريم اللي بيسمعنا لازم يعني يحدد يعني مواقفه بناء على ان هو يتفرج على اجزاء من المسلسلات في بدايه الشهر الكريم، ويقرر بعد كده هيتفرج على انهي مسلسل، ولا يتاثر باي اراء مكتوبه من ناس مستحيل يكونوا شافوا المسلسلات دي ومستحيل يكونوا قدروا ان هم يلموا كل هذه التفاصيل. طب احنا شفنا اكتر من حاله انه مثلا نلاقي مسلسل او فيلم الناس على السوشيال ميديا بتقول عليه انه ده هايل ده فظيع، وتيجي تتفرج عليه تلاقيه اقل من الكلام ده بكتير. تمام. تفتكر ده بسبب ايه؟ بص حضرتك، هو زي ما في تدمير معنوي في تهليل معنوي، انه برضه بعض الناس بيبقى عندهم قدره ان هو يتعاقد مع مجموعه من الصفحات مجهوله الملكيه، ان هم يكتبوا عنه كويس، ان هو يخلي يعني الناس زي اللجان مثلا؟ حاجه اقرب لكده كويس،
يعني خلينا نقول ان اللجان بتظهر اكتر في التعليقات المجهله اللي بتهاجم من اسماء وحسابات، مش يعني زي ما حصل مع احد المسلسلات من اسبوعين، والحمله خلاص انتهت والناس كلها مستنيه المسلسل عادي، كانها نوع من انواع التدمير. لكن التهليل المعنوي للاسف احنا عندنا، وده بوجه لكل مشاهدي القناه الاولى هذه النصيحه، عندنا صفحات كتير على السوشيال ميديا، مسلسلات مصر، مسلسلاتنا، بنحب المسلسلات، بيكتبوا عن مسلسلات احنا ما نعرفش مين ده. حضرتك قلت في المقدمه على غياب دور الناقد، كانت ميزه وجود الناقد او احترام الناقد عموما أو ان هو الوسيط ما بين المشاهد وما بين النجم او ما بين المبدع. صح. دلوقتي الناس مش عارفه مين اللي كاتب البوست ده، يعني مش عارفه مين، هل اللي كاتب ده فاهم، هل اللي كاتب ده متسق مع لا، ده نفسه. بيكون رأي فرد عادي على السوشيال ما ميديا. هو كمان يا اما راي مدفوع، سواء مدفوع من الممدوح اللي احنا عايزين نهلله، او مدفوع من الضد، كويس، او راي متزمت، او راي حد مش فاهم معنى الدراما، مش فاهم الموضوع بيمشي ازاي. يعني فكره ان احنا بننقد مسلسل من البوستر ومن ملامح الفنانه اللي على البوستر دي لم تحدث من قبل، انا مش عارف بعد كده ايه اللي ممكن يحصل يعني اكتر من كده. يعني فاللي هو السنه الجايه ممكن ننقد مسلسل من اسمه مثلا، يعني يا جماعه نستنى شويه، ده مش معناه ان الناس ما تقولش رايها. يعني لا، انا ممكن اشوف في البرومو حاجه اقول دي غلطه، دي ما ينفعش تتقال بالطريقه دي، لكن مش معناه ان انا صادق وما على بتكونش برضو المسلسل، واقعية، مش لأن معناه ان انا جوه قاطع التيزر أو المسلسل. البرومو ما بيكونش باين برضو قوي، يعني ممكن تكون لقطة بالتاكيد. لحاجة تانية احنا هنفهمها بعدين يعني. علشان كده يا استاذ ريهام احنا لازم نفرق ما بين ان انا اقول رايي زي ما انت قلت من شويه، وان انا اذبح او ان صح. انا ارفض او ان انا اقاطع. ممكن تكتب كلمه كده تقول، لكن انا بفاجئ انه الناس بتقعد تعلق على في شكل دواير كده، تلاقي مجموعه بتعلق هنا وبعدين يلاقي حد بيدافع الناحيه الثانيه، فيروح داخل معلق له نفس التعليق، وبنلاقي نفسنا 3 أو 4 أيام بنتكلم عن الفنانه وعن المسلسل وعن البوستر وعن الحواجب وعن اللبس وعن وحاجات غريبه جدا، ثم ينسى ده خالص. واول ما المسلسل يتعرض لو هو سيء الناس مش هتتابعه، لكن لو هو جيد ساعتها لازم نسأل نفسنا ايه الهدف بتاع الحمله اللي طلعت قبل رمضان ب3 أسابيع. صح، يعني ده بيأكد ان في لجان وحملات علشان تنجح او تفشل مسلسل تاني. بالتأكيد، بس الحملات التفشيل طبعا بتبقى اكتر للأسف، لانه يا اما بسبب بعض المنافسة، يا اما بسبب يعني جهات خارجية عايزة الفن المصري يتراجع، اشياء من هذا القبيل. خصوصا ان احنا الحمد لله بقالنا 3 أو 4 سنين الدراما فائت بشكل كويس جدا، بقينا بننتج بكمية اكبر وبننتج في تنوع في الموضوعات، مع طبعا تراجع الدراما يعني السوريه، الدراما التركيه. طبعا لا اتهم احدا، لكن في الاخر ممكن يكون في بعض ما كانش متوقع ان الدراما المصريه تستعيد عافيتها بهذه السرعه وبالوسيله دي. يعني طب استاذ محمد، انا هسالك سؤال يمكن ما يعني اجابته ممكن ما تكونش عندك قوي، بس بالنسبه للشخص الطبيعي اللي على السوشيال ميديا، حضرتك تفتكر ان هو من فين يكون كمشاهد بيقول رايه، وامتى بيتحول لناقد سينمائي او ناقد اعمال فنيه؟ هو انا يعني الناس طول الوقت لازم تفرق ما بين الراي الانطباعي او الراي الاعجابي، ان انا حبيت المسلسل وبتفرج عليه، لكن ان انت تكتب منشور طويل وتعلق على الملابس وتطلع غلطات، دي مش شغلان المشاهد العادي. والمفروض ان احنا دورنا ان احنا او الفن بيقول له اتبسط واستمتع، ولو مش عاجبك اتفرج على غيره او قول مش عاجبك ليه. لكن انا بأفاجئ ان البعض بيحول نفسه الى ان هو يكتب تغريدات طويله ويكتب ويقعد يجيب صور بريت سكرين ويعلق. يعني البعض، او مش هنقول البعض، يعني انا حتى رصدت ده في كتابي الاخير مدينه المليار راي، انه عن ظواهر السوشيال ميديا، انه كل واحد خلاص بقى بيتعامل ان بروفايله هو جريدته، وان هو يعبر عن نفسه ويبقى متحدث عن نفسه، مش محتاج يقرا، مش محتاج يزود ثقافته، مش محتاج يشوف الناس اللي عندها خبره بتكتب ازاي. طبعا لا اعفي النقد من المسؤوليه، لان النقد تمسك بالكلاسيكيه لفتره طويله، وانه لازم لما ينقد يبقى مقال طويل ولازم يتكلم في كل التفاصيل الفنيه. فلما الناس لقت ان في ممكن حاجه بتعبر عنها في منشورات قصيره حتى لو اللي كاتبها غير متخصصين، بداوا ينحازوا ليها بشكل اكبر، وقال لك طب ما انا كمان اقلدها، طب ما صح. انا كمان انا كمشاهد بكتب انا كمان. الناقد الفني الاستاذ محمد عبد الرحمن، بشكرك جدا جدا على المداخله، وبكده تكون خلصت فقرة سكوب.